السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا في هذا اللقاء الخاص الذي يجمعنا بالسيد جبريل الرجوب وهو أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح والرئيس أو رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني. أهلا بك وشكرا جزيلا لك على قبول دعوة تلفزيون الجزائر. مساء الخير لك ولشعبنا الجزائري العظيم، هذا العمق الاستراتيجي الحاضني الأميني لمسيرة النضال الوطني الفلسطيني. نحن كفتحويين نعتز ونعتد أننا امتداد لجبهة التحرير الوطني الجزائري. الجزائر وجبهة التحرير كانت شاهد على الانطلاقة وشريك، وشاهد على إنجاز تمثيل الشعب الفلسطيني في إطار المنظمة، وشاهد على لملمة الشعب الفلسطيني تحت مظلة المنظمة، وعلى احتضان إعلان الاستقلال الوطني في نوفمبر 88. هاي البلد بهذا الرئيس العظيم اللي احنا بنوجه له تحية، واللي التزامه وتمسكه بالقضية الفلسطينية باسم هذا الشعب العظيم، وطموحه إنه هذا الشعب يحقق استقلاله، والذي يرى في استقلال الجزائر ناقصا إلى أن تتحقق الدولة الفلسطينية المستقلة. فيا سيدي، إحنا في هاي الأيام الصعبة جايين على هاي البلد، وإحنا أول بعثة رسمية باسم القيادة الفلسطينية نطرق باب الجزائر، اللي انتصارها لصالح القضية عنصر ثابت في السياسة الوطنية والمنهجية الوطنية الجزائرية. احنا جايين هون برسالة محبة واحترام وتقدير، وايضا احنا يعني جينا برسالة من القيادة الفلسطينية، ولكن برسالة من الشعب الفلسطيني انه احنا نحاول نفكر بصوت مرتفع مع قيادة هذا الشعب في محاولة للبحث عن مخارج توفر كل أسباب الصمود لهذا الشعب العظيم. قبل سيد الرجوب، قبل أن نفصل في كل ما تطرقت إليه في البداية، يعني اليوم أكثر من 3 أشهر من استمرار العدوان الصهيوني على الأبرياء في غزة، يعني ما الهدف من كل هذا الإجرام الصهيوني؟ ويعني بتصريحات وباعتراف هذا الاحتلال أنه لم يحقق شيئا. هذا العدوان عمره 75 عام، مش عمره 3 أشهر. هذا الإرهاب وصل ذروته في القرن 21، ولكن النكبة في 48 واكبها عملية تطهير عرقي وعملية تهجير في حينه إلى 953,000 فلسطيني، واللي اليوم مشردين في كل العالم. وعلى مدار سنوات عمر هذا الاحتلال، فالعنصر الثابت في سياسته هو الإرهاب والقتل. ولكن في القرن 21 اللي بيحصل في غزة، في هناك إبادة جماعية، وفي هناك عدوان على كل الشعب الفلسطيني، ولكن في غزة الهدف واحد، هو القتل من أجل القتل وليس أي شيء آخر. وفي الضفة الغربية أيضا هو يستهدف في الحقيقة الحرب على المشروع الوطني، مشروع الدولة، فهو بده يجتث من وعينا. ومن هون هاي المجازر التي ترتكب، وحتى هاي اللحظة نسبة 3% على الأقل ضمن الإحصاءات الرسمية إن صحت، 3% شهداء أو جرحى، 2/3 سكان القطاع بعيشوا في ثلث القطاع، كل البنية التحتية وكل ما له علاقة بالخدمات تدمر، البيوت
أكثر من 60% منها تدمرت أو غير مأهولة، ومع كل ذلك الوجه الآخر هذا الصمود وهذا الإصرار على الحياة، أعتقد أنه هاي رسالة عظيمة من شعبنا العظيم، ولكن كمان اللي بيحصل في الضفة الغربية، عمليات القتل، الاغتيالات، الخنق، تهويد القدس، الاستيلاء على الأقصى، تقييد المسيحيين وصلاتهم في القيام، هذه هي السياسة الإسرائيلية التي تستهدف مشروع الدولي. ولكن كما قلت الوجه الآخر احنا وشعبنا، واحنا وقود، واحنا ضحايا لهذا الإجرام. هل يريد الاحتلال معاقبة الحاضنة الشعبية الفلسطينية للمقاومة؟ هذا مستهدف كل الشعب الفلسطيني، هذا مستهدف كل فلسطيني. 50% رجل من الشهداء أطفال، و30% شيوخ ونساء. هو بده يقتل الفلسطيني بغض النظر النقيض الاستراتيجي لهذا المشروع الاستيطاني الإحلالي، هو بذرة الوطنية الفلسطينية، فهو بده يجتثى. ما حصل في 7 أكتوبر هو جزء من حرب دفاعية بخوضها الشعب الفلسطيني، هو ردة فعل على جرائم هذا الاحتلال. غزة محاصرة صار لها 15 سنة و16 سنة، سياسة الاستيطان وفرض الحقائق وخنق الناس في الضفة الغربية وتنكر هذا الاحتلال لكل قرارات الشرعية الدولية، اللي حصل في 7 أكتوبر هو تذكير، هو رسالة، وهو جزء من حرب دفاعية خاضها وبخوضها الشعب الفلسطيني. وهذا الاحتلال يستهدف كل الفلسطينيين، لا بفرق بين فتح ولا بفرق بين حماس ولا بين فلسطيني وفلسطيني. المهم الإحداث التغيير في ونفي فلسطين أرض معنى الجغرافيا، وإنسان بمعنى الديموغرافيا، وأيضا الإرث تبعنا، تاريخنا ومقدساتنا، بده ينفيها وبده يشطبها من الوجود. ولكن كما قلت إحنا يا سيدي ما زال في فلسطين التاريخية 7 مليون فلسطيني، مسيحيين ومسلمين، كنا عرب ومؤمنين أننا امتداد لهذه الأمة العربية العظيمة، وإحنا قدرنا موجودين في خط الدفاع الأول عن الأمة ومصالحها وثرواتها وممراتها المائية وبترولها، وإحنا لوحدنا اليوم. ولكن لا خيار أمامنا إلا خيار الصمود والبقاء. في مبادرة للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتي دعا فيها كل أحرار العالم والقانونيين والمحامين من أجل رفع دعوى في الجنائية الدولية، كيف تابعتم هذه المبادرة وهي التي سارية الآن؟ أولا يعني إحنا وأنا باسم الشعب الفلسطيني بوجه تحية لفخامة الرئيس. أولا السياسة الخارجية ومجمل المبادرات اللي لها علاقة بتعرية ومساءلة هذا الاحتلال وهذا الجهد الجريء، أنه والله بعد ما في بعض الدول ما قام مستجرين يعبروا عن غضبهم، الله يساعدهم. طبعا احنا مقدرين ظروف بعض الأطراف العربية للأسف، فهذا أكيد يعني هو غير مفاجئ بالنسبة لنا. ولكن كمان يعني جهد الفخامة الرئيس، واحنا يعني التقينا مع دولة رئيس الوزراء، واحنا حملنا رسالة من الأخ أبو مازن إلى فخامة الرئيس الجزائري، واحنا يعني نسعى إنه هذه المجازر وهاي التضحية وهذا الصمود لشعبنا أن يدفن الانقسام السياسي والجغرافي. نبدأ بالحكومة، وهاي الحكومة بسقف زمني وبمرجعيات واضحة وبمهام محددة، وأحد مهامها تهيئة الشعب الفلسطيني لإجراء انتخابات ديمقراطية حرة شاملة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة لبناء شراكة وطنية حقيقية تحقق وحدة الشعب، وحدة الوطن،
ووحدة القضية كقضية سياسية، قضية استقلال، قضية إنهاء الاحتلال، ووحدة القيادة والقرار. يا سيدي هاي رسالتنا اللي احنا بنحكيها لكل الشعب الجزائري، وعلى رأسها رمز وحدة هاي البلد وعنوان كبرياء هذا الشعب، فخامة الرئيس عبد المجيد تبون اللي سهر معنا ليالي طويلة، ولكن احنا وصلنا لمرحلة كلانا لا نمتلك حق ترف استمرار الانقسام. بحول الله ما له، خاصة في ظل هذا الصمود للشعب الفلسطيني الجبار الذي يقدم لنا دروسا في كل الميادين. شكرا جزيلا لك سيد جبريل الرجوب، أنت أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وأيضا رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، شكرا جزيلا لك مرة أخرى. شكرا لك. بدأ مشاهدينا نأتي إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي جمعنا بالسيد جبريل الرجوب، ونلتقي بحول الله في مواعيد أخرى. في أمان الله.